انا هاني ابو حديد، بروفيسور اوف بيدياتريك كارديولوجي، منصوره يونيفرسيتي. النهارده هنتكلم زي ما قلنا على الستيب وايز ابروتش تو كاردياك ايمرجنسيز ان يونيتس اند يونج انفانتس. دايما ده من الموضوع، من المواضيع المشهوره اللي الناس لما بتسمع عنها بتفكر ان ده موضوع للناس اللي هم متخصصين قوي. بالعكس، احنا النهارده هنحاول نثبت ان الموضوع ده زي ما بيهم الناس المتخصصين لازم يكون له باك جراوند كويس جدا، ويهم الناس اللي مش متخصصه في البيدياتر الكارديولوجي، لان هم الناس الاساسيه اللي بتكتشف لنا الكارديك ايمرجنسيز واللي بتبعتها لنا عشان نقدر نتعامل معاها. فاحنا النهارده هنحاول نبقى فيري لايت، جيفينج كبسولز ظريفه كده عن كيفيه اكتشاف الكارديك ايمرجنسيز دي والتعامل معاها. البيدياتريك كارديك ايمرجنسيز دي need to be early recognized and treated for life saving and for reserving the cardiac functions. الليت دايجنوزيس ده المشكله، ده ممكن يؤدي الى significant circulatory and respiratory compromisation. طيب لو سالنا نفسنا ايه هي الايتيولوجي اوف بيدياتريك كارديك ايمرجنسيز، هنقول لك ان هي فارز. فارز ازاي؟ فارز according to its age presentation، التوقيت اللي بتحصل فيها، هل حصلت في اول شهر من العمر، في اليانج انفنت، في التشايلد، وكمان بتختلف على حسب الكلينيكال برزنتيشنز بتاعتها. ودي اشهر الكلينيكال برزنتيشنز اللي احنا بنشوفها يا جماعه في الكاردياك ايمرجنسيز، وهنتكلم عليها بالتفصيل: السيانوزس والتشوك والكونجستيف هارت فيلير، الديسريزمياز، سيانوتيك سبيلز. طيب قبل ما نبدا في التفاصيل عايزين نعرف شويه معلومات كده بيزكس على الكارديوفاسكولار تشينجز اللي بتحصل during the transition from the fatal to the neonatal life. الطفل وهو في بطن أمه زي ما انتم شايفين كده على إيدنا الشمال، المين organ of respiration عنده هو البلاسينتا. البلاسينتا دي هي اللونج بالنسبة له. الأكسجين والجود بلاد بينتقل من البلاسينتا through the umbilical vein ويروح through the ductus venosus للinferior vena cava، وبعدين بيروح على الرايت اتريوم. Most of the blood، يعني حوالي 90% of the blood may pass through the patent foramen ovale. طبعا عشان الرايت سايد pressure is higher فبيروح على البيتنت foramen ovale على الليفت سايد، ومنه بيبقى conducted through the aorta to the whole body في descending hour. لكن بعض من البلد اللي في الريت اتريوم حوالي 10% وممكن اقل بيباص through the right side to the pulmonary circulation، وزي ما قلنا عشان اللنج is still collapsed فبيباص through the opened BDA to the aorta، ويكمل مع ال 90% اللي قبل كده ويروح to the whole body, to the limbs, to the kidneys, to the viscera, to the whole body، وبعدين يتجمع بعد كده من ال descending aorta لل umbilical arteries ويرجع تاني على ال main organ of respiration هنا اللي هو البلاسينتا، وترجع الدورة من أول وجديد. طيب adverse اللي بيحصل، اللنج بتفتح، البيبي بي كرايز كويس، ف وبيدخل هاي بارشل اوكسجين بريشر، وده كله بيؤدي الى ديكريز للبلمونري فاسكولار ريزيستنس. المشكله بتاعت اللنج كولابس وهاي بلمونري فاسكولار ريزيستنس دي ما عادتش موجوده. طب ايه كمان بيحصل؟ في حد فتح المايك؟ طيب ايه كمان بيحصل غير ان اللنج تبقى اكسباندد؟ احنا بنقطع البلاسينتا فبنستوب البلاسينتال سيركيليشن، ده بيؤدي الى انكريز السيستميك فاسكولار ريزيستنس. الحاجتين دول بيعملوا فانكشن كلوجر اوف ذا بيتنت فورامين اوفالي اللي احنا قلنا عليها بين الليفت اتريوم والرايت اتريوم، ديو تو انكريز الليفت اتريوم بريشر. بيعمل فانكشنال كلوجر للبي دي اي لنفس السبب، انكريز السيستميك فاسكولار ريزيستنس دلوقتي في الاورطه، وكل ده يؤدي الى slow changing from the right side dominance
يتحول إلى left side dominant circulation. تمام يا جماعة؟ تمام. قبل ما نبدأ في presenting the emergencies برضو some normal values of the vitals in the children must be known. زي ما احنا شايفين هنا ده جدول ملخص قوي لل vital signs في مراحل العمر المختلفة في الأطفال بدءا بالنيونيت لغاية لما يوصل للأدوليسنس. هنلاحظ هنا إن الريسبيراتوري ريت والهارت ريت بيبدأوا عاليين، يعني الريسبيراتوري ريت في النيونيت ممكن يوصل نورمالي أب تو 60 والهارت ريت في النيونيت ممكن يوصل أب تو 160 وبعض التكست بوكس كاتبة أكتر أب تو 180. فنورمالي إنك تشوف الريسبيراتوري ريت في أول شهر من العمر أب تو 60 ونورمالي إنك تشوف هارت ريت أب تو 160 وساعات 180 عادي. لكن اللي بيحصل إن مع البروجريشن في العمر الريسبيرات ريت بتقل للنورمال فاليوز اللي احنا بنشوف فيها الادوليسنس، والهارت ريت نفس الحكايه بينزل للنورمال فاليوز. الحاجه الوحيده اللي بتبدا قليله في فتره النيونات وتعلى مع البروجريشن في العمر هو السيستوليك بلاد بريشر، زي ما احنا شايفين كده بيبدا لو من 50 ل 70 ويزيد اب تو 120 لما نوصل للادوليسنت ايج جروب. طيب احنا دلوقتي بقينا جاهزين، عرفنا البيزكس اللي احنا ممكن نتكلم فيها، نبدا في البرزنتيشن للموست كومن كاردييك ايمرجنسيز ان يونيت اند ان يونج انفنتس.